بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى السلام علينا ورحمة وبركاته رضوان. كيف نجدد الإيمان؟ الأمر بسيط. الإيمان هو أمان إن عرفنا من هو ربنا، إن آمنا بوحدانية الله وبمراقبته إيانا وبسلطانه وغلبته على خلقه وحلمه وجماله ولطفه وملكه وكل ما يختص الله به، فهو أول الدعامات لتجديد الإيمان. ثم ننتقل إلى القرآن ونتدبر آياته، فيحصل لنا تحصل لنا دعامة أخرى تكون من أوصافها التصديق بالقرآن والتبرك به والعمل بما نزل فيه. وثم ننتقل إلى سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ونأخذ كل مصابع الهدى التي حوتها تلك السنة الكريمة والسيرة العطرة، ونعرف كيف نبينا عليه الصلاة والسلام كان خاتم النبيين وكان إمام المرسلين وكان بطل الأبطال وكان يعني من كان أوتي جوامع الكلم. فنحن نرتع باتصالنا بالسنة، نرتع في أعلى مراتب التمتع بأداب النبي عليه الصلاة والسلام، ولولي عندنا رغبة كبيرة في اتباع آثار وخطاه الكريمة المباركة. ثم ننتقل إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم فردا فردا، وكل منهم يمتاز بخصال، نولي عندنا رغبة الاتصاف بتلك الخصال. ثم نشوف التابعين والتابع التابعين ونشوف الصالحين، ثم نلتقي ببعضنا البعض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم البعض. لأن حين نلتقي بإخواننا تعمنا فرحة الحضور بين يدي الله جماعة لا فردا فردا، وكل واحد منا عنده تجربته القديمة والجديدة سيتعبنا بها، وكل واحد منا سيثير قضايا بلا تفيد الأمة لو درسنا دراسة علمية متأنية، وتبدأ عندك حيل معنى شرعية تأخذها من إخوانك باش تقلل من أخطائك حين تدعو الناس إلى صلاح دنياهم وآخرتهم. وهكذا تولي كل علم منا يعطي ما في زاده وما في دلوه، وتعم الفائدة، ورضاء الرحمن يختم مجالسنا، والملائكة تشهد لنا بعد هذا الترف. هل هناك شيء آخر ما لا يفسد علينا الإيمان؟ والله بعد الخيرة دي ووزنها وجديتها، والله لن يستطيع جني مارد أو شيطان كاسر أن يثني عزائمنا عن تجديد إيماننا بملاقاتنا بحضرتنا مع حضرتنا مع الرب سبحانه وتعالى، ومع التنزيل ومع الحديث ومع السيرة ومع الصحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أخوتنا في الله، لا نبتغي أخوة أخرى، لأن أخوة الدم وأخوة الوطن أخوة البشرية لا تعني شيء أمام أخوة الدين. والسلام علينا ورحمته وبركاته ورضوانه.